ناصر رحاله. أنا أرى فيما جرى هو مرة أخرى استمرار ووفاء لمبدأ التنسيق الأمني وإدارة الظهر للشعب وللشارع وللقوى الوطنية والإسلامية، وهو تنكر لما تم الاتفاق عليه قبل شهرين في الجزائر بالحوار وبالانتخابات، وهم اليوم يدعون للحوار. أي حوار هذا اللي يدعي له الرئيس أو يدعو له حلس أو يدعو له عروحي فتوح قبل أيام، أي حوار هذا الذي يدار أو يراد أن يدار تحت الغاز وتحت الهراوات وتحت القمع لمواطنين سوريين. سد شوابي قمع. هذا استمرار الاعتقال مدن، استمرار الاعتقال غير قانوني، استمرار الاعتقال يؤدي بنا إلى ما جرى في نابلس، ولا ندري إن كان سيؤدي إلى أحداث أخرى في قادم الأيام. نرجو ألا يحدث ذلك.